السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ داري، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حلويات العيد بطريقة سهلة ومبسطة، كتجي بنينة مقرمشة وفي نفس الوقت اقتصادية، كتخرج لنا كمية كثيرة وما كتاخدناش الوقت في التحضير ديالها. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. اللي جربتها تخلي لي في التعليقات كيفاش جاتها، ما تنساوش تشتركوا في القناة باش توصل بجديد الوصفات، ايضا ما تنساوش دعموني بلايكات ديالكم. بقوا معايا تشوفوا الفيديو تا الاخر باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. فعلى بركة الله غادي نحتاجو بالنسبة للمكونات، عندي كاس ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت، كاس ديال الكاوكاو محمر ومطحون، معلقة كبيرة ديال الصوص كراميل اللي ما كتوفرش عنده ممكن انه يستغنى عليها، بيضة، كيس ديال خميرة الحلويات ما يعادل 7 أو 8 غرام، كيس ديال سكر فانيلا، جوج قطع ديال جبن المثلث، قبصة صغيرة ديال الملحة، وهنايا عندي ربع ديال الزبدة قسمتها على جوج، عندي 125 غرام ديال الزبدة. كما لاحظتوا معايا مكونات ديالها سهلة وبسيطة. وأيضا غادي نحتاجو الطحين لجمع العجين، الطحين ضروري أنه يكون خاص بالحلويات. هنايا غادي نجيب 125 غرام ديال الزبدة، غادي نضيف معاها كيس ديال سكر فانيلا، ممكن أنكم تعوضها بالفانيلا سائلة، العبار بكأس المغربي او كأس العنبة القياس ديالو 160 غرام. غادي نضيف ايضا قبصة ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال صوص كراميل، جوج قطع ديال الفروماج او ديال الجبن المثلث، ديروا اي نوعية كتفضلوها، غادي نضيف كاس ديال الزيت، وغادي نخلط كل شيء مزيان تيرجع لي خليط متجانس. الزبده من الضروري انها تكون بحراره الغرفه باش تساعدكم هكا على الخدمه، دغيا كتطلق خصوصا دابا الصيف، فبسرعه كتطلق ما كتاخذش معكم الوقت. ضفت كاس ديال الكاوكاو اللي محمر ومطحون، غادي نضيف ايضا كيس ديال خميره الحلويات ما يعادل 7 أو 8 غرام. بالنسبه للناس اللي كيعبروا بالمعلقه فمعلقه صغيره ما تكونش عامره، وغادي نبدا نضيف الطحين شويه بشويه، فالخليط ديالنا ما خصوش يجي قاصح وفي نفس الوقت ما خصهاش تبقى خفيفه باش ما يضيع لنا الشكل ديالها. اهم حاجه انكم تضغطوا عليها وتكون كتماسك باش تشكلوا هكا كره بلا ما تلصق لكم في يديكم. هنايا كنبدا نضيف الطحين كما كتلاحظوا معايا شويه بشويه، هنايا بدات كتجمع لي العجينه، فبالنسبه للعجينه ما كندلكوهاش فقط كنجمعوها باش ما تفرتتلكمش فاش تكونوا كتشكلوها. هنايا لقيت العجينه مازال خصها شويه ديال الطحين، فزت لها شويه، تقريبا خدات لي واحد 300 غرام ديال الطحين. فبالنسبه للطحين النوعيه كتختلف من نوعيه لوحده اخرى، فالطحين كيشربوا الطحين لا، فانتوما عينيكم ميزانكم.
هنايا من بعد ما جمعت العجينه شوفوا معايا كيفاش كتجي رطبه وفي نفس الوقت كتكون ما كتلصقش في اليد. فهاد الاثناء راني رديت الفران كيسخن على 200 درجه، شعلت عليه من الفوق ومن التحت، وجبت الصينيه حدايا ديال الفران، اما دهنوها بشويه ديال الزيت اولا ديروا بابي كويسون. انا هنايا درت بابي كويسون وغادي نبدا نشكل كرات يكونوا صغارين وكنضغط عليهم. فديروا بحسابكم راه كتسيح واحد شويه ومازال غادي تنفخ اكثر. فكما لاحظتوا معايا صوبنا كميه ديال الزبده قليله وخرجت لنا كميه كثيره، يعني انتم غادي تشوفوا في الاخير ديال الفيديو خرجت لنا الحلوه كميه كثيره. بالنسبه للناس اللي غادي يسولوا شحال من الحبه، فخرجت لي 140 حبه. صافي انا هنايا غادي نكمل بنفس الطريقه، تنسالي الكميه اللي عندي كامله، كندخلها كندخل الطبسيل كيطيب من التحت. فاش كيطيب لي من التحت وكيتنتفخ الكاطو ديالي اولا الحلوه ديالي مزيان، عاد كنزيد نطلعو ايطاج للفوق باش كيتحمر لي مزيان. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الضو، بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز، فكتشعلو من التحت كتطفيو من الفوق حتى كتطيب لكم الحلوه ديالكم مزيان من التحت وكتنفخ، عاد كتطفيو من التحت وكتشعلو الفوق. حاولوا انكم تخليوا مسافه واحد شويه ما بين كل حبه وحبه. انا هنايا غادي نسالي الكميه اللي عندي كامله بالطياب وبالتشكيل ونعاودوا نتلاقاو باش نزينوهم. هنايا من بعد ما ساليت الكميه كامله اللي عندي بالطياب، انا هنايا صوبت غير نصف ديال الكميه، نصف الكميه الاخرى كان عندي مازال كيطيب، فبغيت نسالي لكم الفيديو بالتسجيل. هنايا جبت شويه ديال المربى ديال المشماش اولا كونفيتور ديال المشماش، زدت معاه معلقه كبيره ديال العسل وخلطته مزيان. الكونفيتور ضروري يكون كونفيتور خاص بالحلويات، يعني ما يكونش نهائيا فيه الطراف، يكون مطحون مزيان. وفي الطبسيل عندي كاوكاو مهرمش اولا كاوكاو كونكاستي، بالنسبه اللي بغات توجدوا في الدار فكتسلق كاوكاو كتنقيه كتهرمشو في ان دو تخوا اولا في الطحانه ديال مطيشه ديال اليد وكتردو للفران كيتحمر حتى كياخد لنا هكذاك اللون المذهب، عاد كتخرجو من الفران وكتخدم به. كيطيح رخيص اقتصادي وحسن من اللي يعني حسن من اللي غادي تشريه جاهز. هنايا كنجيب هكا بانسو كيما لاحظتو معايا، كندهن هكا الوجه ديال الحلوه ديالي وكنغطسو في كاوكاو مهرمش. فالطريقه سهله ومبسطه، واهم حاجه انك يجي الشكل ديالو جد راقي، كيبان انك موجده شي حاجه غاليه وبينما انت راك موجده شي حاجه رخيصه واقتصاديه وبنينه في نفس الوقت. واهم حاجه انه ما كياخذش نهائيا الوقت في التحضير ديالو فبسرعه كيوجد. انا هنايا غادي نكمل بنفس الطريقه، تنسالي الكميه اللي عندي كامله. هنا يشوفون بعد ما كتهزو من الكاوكاو كيكونوا تلبسو مزيان اولا تغطسو مزيان في كاوكاو، فكتحطوهم على جنب باش تبقى لكم البلاصه فين غادي تغطسو حبات واحد اخرين. انا هنايا غادي نكمل بنفس الطريقه، تنسالي الكميه اللي عندي كامله. هنايا من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي غادي نجيب واحد البوش فيه شويه ديال الشكلاط الابيض مدوب، دوبته في حمام مريم، وغادي نبدا ندير خطوط عشوائيه هكا فوق الحلوه كيعطيهم منظر زوين وراقي.
تقريبا انا هنايا دوبت واحد العشرة ديال القطاع ديال المربع، يعني ديال الشكلات المربع او بديل الشوكولا المربع. انا هنا يستعمل زقالة، ممكن انكم تستعملوا اي نوع كنتيو كتفضلوه. فمن الافضل انكم شكلات البيض فاش تذوبوه بلا ما تضيفوا معه الزيت باش ما يخفف لكمش اكثر من القياس. هنايا من بعد ما ساليت وضعت الحلوه ديالي هكا في كويغطات، وكيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي. هنايا غادي نعدل لكم باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. اللي جربتها تخلي لي في التعليقات كيفاش جاتها. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. ايضا ما تنساوش دعموني بلايكات ديالكم. هنايا بالنسبه للناس اللي غادي يخزنوهم للعيد او اللي غادي توضعوهم في واحد الطاسه، ضروري ان الطاسه تكون مشدوده مزيان، وضروري انكم تخليهم في الثلاجه باش الشكلاط ما يذوب لكمش. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. اللي عجبتها تخلي لي في التعليقات كيفاش جاتها. خليتكم على خير والى وصفه اخرى ان شاء الله.